بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحور السابع الذي بعنوان Interference Fit. خلينا نبدأ مما انتهينا فيه في المحاضرة السابقة أو في الجزء السابق، وهي Clearance Fit. كنا انتهينا في Clearance Fit على أنه موضع التوليرانس بالنسبة للهول وبالنسبة للشافت كانت بهذه الحالة، كان الهول هنا وكان الشافت تحت مباشرة، يعني أنه الماكسيموم شافت كان يساوي أو أقل من المينيموم تبع الهول. هذا ما انتهينا إليه في الكليرنس فيت، وكان ذلك هو الحد الأقصى بالنسبة للكليرنس، لكن المفروض تكون الشافت ماكسيموم شافت في التوليرنس أقل وأصغر من المينيموم على الهول. تمام؟ الآن بالنسبة لي الانترفرنس فيت تعكس العملية، صار الهول ماكسيموم هول هنا، الماكسيموم في الهول أقل من المينيموم في الشافت، صارت التوليرانس زون، هذه تسمى توليرانس زون للشافت أعلى من التوليرانس زون للهول. والليميت كيس بالنسبة لهذه الحالة انترفيرنس فيت هي أنه الماكسيموم هول يساوي تقريبا المينيموم على الشافت. خلينا نشوف هنا في هذا المثال، نبدأ من اليمين. هذه الفيجر، هنا معانا العمود شافت وهنا الهول، كما شرحنا في السلايد في الفيديو السابق انه هذا الفاي مينيموم تبع الشافت وهذا الفاي ماكسيموم. هذا الجزء هو ايش؟ هو الاي تي انترفال اوف توليرانس، مجال التسامح بالنسبه للشافت. اما هنا هذا بيكون المينيموم دايمتر دي مينيموم بالنسبه للهول، وهذا الدي ماكسيموم بالنسبه للهول. وعلى طول يجي معانا انه هذه الزون هي ايش؟ هي الاي تي بالنسبه للهول، مجال التسامح، بمعنى انه زي ما شرحنا انه القطر راح يجي بين المينيموم والماكسيموم في هذه الريجين، ايضا هنا بين المينيموم والماكسيموم. خلينا نلاحظ شيء، انه مثل الرسمه هذه ما هي مرسومه، انه قطر العمود لو شفنا هنا قطر العمود هنا اللي معانا هنا الشافت، قطر الشافت من الماكسيموم إلى الماكسيموم أو من المينيموم إلى المينيموم، حتى المينيموم إلى المينيموم أكبر من ماكسيموم قطر الإيش؟ قطر الهول. طبعا المقاسات والصورة هذه مبالغ فيها بس عشان الشرح، لكن هي المفروض سم مايكرونز أكبر ببعض المايكرونات. هنا لما نركب الشافت نحتاج ايش؟ في اغلب الحالات نحتاج بريس حتى يركبوا في بعض، هذا يسمى انترفرنس فيت. انترفرنس فيت في هذه الحاله، وهي ان المينيموم سايز للشافت اكبر من الماكسيموم سايز للهول او دايامتر على الهول، وهو مبين في هذه الحاله هنا معانا انه الزون توليرانس تبع الشافت أكبر، يعني أعلى، موجودة أعلى من الزون توليرانس بالنسبة للهول، بمعنى أن الماكسيموم تبع الهول أصغر من المينيموم تبع الشافت، فالشافت لما يركب في الهول يركب مع ضغط، يحتاج ضغط ويحتاج بشر، وهذه الحالة موجودة كثيرا في البيرينج تركيب البيرينج ما يسمى بالرمانة، لازم يكون
جزء من أجزائه عليها interference fit. طبعا الكيس اللي موجود معانا هنا على اليسار هو limit case، وهو أنه المينيموم تبع الشافت والماكسيموم تبع الهول متساويات. في هذه الحالة أيا كان مقاس الشافت فهو فقطر الشافت هنا أيا كان طبعا في التوليرنس زون سيكون أكبر من الهول اللي هو أيضا في التوليرنس زون تبع تبع الهول. هذا الشافت وهذا الهول، فالماكسيموم هول سايز أصغر من المينيموم شافت سايز.